النادي الاهلي في حته تانية بينافس ريال مدريد، بيتفوق على انديه ليها باع واسماء كبيره زي برشلونه وبايرن ميونخ، فده انجاز بيحسب للعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني. النهارده مستر كولر بدا مرحله جديده وهي الملف الافريقي، واول بدايه مع الهلال السوداني خارج ملعبك، وانت جاي من مشوار 4 مباريات فيهم حمل اقصى في كل مباراه، بتاثر على اللعيبه بشكل كبير، لكن الراجل عامل حسابه للكلام ده. نعم. يعني نظام الاستشفاء بيأديه بشكل جيد، زي ما انت ذكرت اسلام، في بعض اللعيبه مصابه مش موجودين، حوالي 6 لعيبه مش هيبقوا موجودين معانا في بدايه البطوله، لكن في الاول والاخر الاهلي بما ان حضر دي جمله فعلا حقيقيه واحنا عشنا، ما بنقولهاش كده، احنا فعلا شفنا تجارب، وتجارب كانت صعبه، يمكن كاس العالم اللي فات كان اكبر دليل على الجمله دي ونجاحها، ان فعلا كانت لعيبه النادي الاهلي ناقصه حوالي يمكن 8 9 لعيبه من اللعيبه الدوليين، ومع هذا النادي الاهلي خد الميداليه البرونزيه. طبعا الهلال والمريخ زي الاهلي والزمالك في مصر، الهلال يعني فارق عن المريخ ب4 نقاط في الدوري السوداني، لعب حوالي 17 مباراه كسب 14 مباراه وخسر مباراتين واتعادل مباراه، يعني فرقه ليها باع وليها اسم في الدوري السوداني طبعا بشكل كبير طبعا، وصاحبه بطولات، وعندها جماهير زي جماهير الاهلي يا اسلام، يعني جماهير عاشقه الكره السودانيه وعاشقه الكره الحلوه، وتملي جماهير السودان في مباريات الهلال بالذات اذا كانت محليه او افريقيه بتلاقي حوالي 40,000 او 50,000 في المدرجات، يعني تحس ان استاد الخرطوم او مودرمان بيبقى مليان بشكل كبير. هما طبعا عيد بالنسبه لهم، النادي الاهلي جاي بطل القرن وبطل افريقيا وجاي من بطوله قويه جدا، فهم كمان بيستعدوا ان هم عايزين يقولوا للكره السودانيه ان احنا مش اقل من الاهلي، عايزين كمان يفرحوا جماهيرهم طبعا، عايزين ينولوا من البطل. فتملي النادي الاهلي يا عيني في كل مرحله هتلاقي في صراعات بشكل كبير جدا عشان عايزين طبعا يكسبوا البطل، وفي نفس الوقت بيبقى شرف بالنسبه لهم انك انت تكسب النادي الاهلي. فطبعا المباراه في توقيت كمان غريبه اسلام، هم ما اعرفش الساعه 3 دي، يعني هم طبعا بيبقى لهم غرض ما بيلعبوش بالليل، كويس ده مش في الحر يعني، اقصد ان هي لا، ما انت ساعات برضه في مباريات كثيره بتلعبها الساعه 3 لكن هنا في مصر يعني، هم برضك يمكن الحراره هناك عندهم ممكن توصل 35، احنا عندنا الحراره هنا مثلا 11 او 12 صحيح 15، لكن هناك 35 بيعتبر حر بالنسبه لهم. الحاجه الثانيه كمان يمكن الكويسه اسلام، ان عندهم الاستاد كان بيجددوه، يعني الملعب لارضيه الملعب والمدرجات، فدي برضك في صالح النادي الاهلي. انت عارف يعني ملاعب السودان اذا كانت المريخ ولا الهلال كانت ملاعب يعني لكن بيتم غير تجديدها غير مستوى نشوفها بتفرق معاهم بشكل كبير في الاداء يعني.